السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير يا ولدي ولا غير بيب غوارديولا؟ هذا راح يمرض انا ما يتعاشرش يا خاوتي. رياض محرز ما راهوش يلعب ضد مانشستر سيتي، راه خرج دوكا التشكيله خامس مره على التوالي في الدوري ما يلعبش. عبالكم باللي ابعاد تاع عيني عينك، رغم انه الماتش اللي فات داها احسن راجل في المباراه، في ماتش واحد اللي فات هذايا داروا جدار غريليتش في 7 أو 8 مباريات زوج اهداف وتمريره واحده حاسمه. رياض محرز في ماتش واحد زوج اهداف وتمريره حاسمه، سي ديفيرون بين رياض محرز ورحيم وغريليتش، ولكن غريليتش يلعب كاع لي ماتش، غريليتش يلعب كاع لي ماتش. وهنا تفهم باللي بيب غوارديولا راهو يقول لرياض محرز روح امشي بعدنا هكذا. كاين الناس اللي يقولوا لي كيفين دي برون وطاطاطا ماماني، هاو دي برون رجع من الاصابه راهو اساسي، قالوا لي خلي رياض محرز حتى يلعب مع كيف باش يولي كيفين دي برون وفودين باش يدخلهم. ما راهو ولا هاو لك كيفين دي برون راهو يلعب وفودين راهو يلعب ورياض محرز ما راهوش يلعب، اللي كنتوا تقولوا باللي كي يولي في الفودين ويولي كيفين دي برون، هادو هما المجموعات تما اللي يليقوا مع بعضهم. هذا تفلسيف وقلت لكم دي اختار راكم تصبروا في رواحكم. خامس مباراة على التوالي، هنا حبيبين بلي بيب غوارديولا ماهوش حيعتمد على رياض محرز. كاين اللي يقول لي نوت تما يخليها للشامبيونز ليغ، يلعب خطره في الشهر خويا العزيز. بون دوك نقرا لكم التشكيله ونعاودوا للموضوع هذايا. راكم تشوفوا مباراة رائعة جدا، مباراة يعني قمة في الروعة، تشيلسي مانشستر سيتي، تشيلسي مانشستر سيتي، مباراة يعني الأوروب كاع تعسها وتبعها، لأن هادو اللي لعبوا الفينال العام اللي فات، تشيلسي فريق عريق وكبير، ومانشستر سيتي فريق يعني مليح، ما نقولش أنا فريق عريق، ماهوش عريق وما راهوش كبير، مادام ما راهوش راهو غير في البطولة، هذا ما كان، أحسب أنتايا الفريق العريق. كي قال رياض محرز ما كانش اكبر من مانشستر سيتي، رياض محرز نقول لك روح للوسمو لمدريد، ادخل للمتحف تاعهم تشوف الكؤوس تحت التصرع، 13 شامبيونز ليغ، تشوف الكوبا تاع السوبر كوبا ديك الموندو، تشوف فيترينا، ماشي فيترينا، فيترينات، متحف اكثر من المتاحف تاع بيكاسو، راهو في ريال مدريد، تما تعرفش مع تاع قيمه النادي الكبير. مانشستر سيتي واش عندها؟ عندها غير لي كوب تاع وسمو الشامبيونه تاع وسمهم، دايتها 7 خطرات ولا 8 خطرات، هذا ما كان، والكؤوس كاربا وكاب وهذوك، ماهوش فريق كبير مانشستر سيتي، عنده لاعبين، عنده اموال، خلاص ما خليني نقرا التشكيله لان قلقني بيب غوارديولا. والله مباراه كيما هذه الشعب الجزائري كاع كان يستنى فيها. رياض محرز في الدكه 6 خطرات 5 خطرات على التوالي في دوري ابطال اوروبا، سي با نورمال خاوتي. ايدرسون، ووكر، روبن دياس، لابورت، جواو كانسيلو، كانسيلو راهو يلعب سون بيتي، رودريغو، دي برون، فودين، برناردو راهو يلعب سون بيتي، غريليتش، غابرييل، خيسوس، خيسوس راهو يلعب سون بيتي. رياض محرز غير متواجد، ما راهو 5 مباريات على التوالي يا خاوتي، انتوما راهو نقص منافسة سون بيتي، ما راهوش يلعب، الشهر هذا ما لعبش كاع. من اللي بدا الشهر هذا لعب غير دوري ابطال اوروبا ولعب بالكاراما وما لعبش كاع، الناس راهي لعبت 8 لي ماتش ولا هو لاعب غير الزوج لي ماتش، الناس راهي لعب 10 لي ماتش هو راهو لاعب غير الزوج لي ماتش يا خوتي. بيب غوارديولا انا ما نلومش بيب غوارديولا خوتي بكل صراحه، الدكه راهي ستيفان، ستونز، اكي، فيرناندينيو، لافيا، بالمر، راهو مع الصغار، راهو مع البزوز، محرز، ستيرلينغ، ستيرلينغ ثاني شوف رياض محرز وستيرلينغ راهم للبيع، بيب غوارديولا ما راهش يعتمد عليهم. بيب غوارديولا دارهم للبيع، بيب غوارديولا قالها صاملي باللي مانشستر سيتي راهي دايره رحم ستيرلينغ ورياض محرز وبعض اللاعبين في قائمه المصرح بهم اذا جاءهم عرض مليح، اذا ما جاءهمش عرض فليسوا للبيع، فما جاءهمش عرض فما تباعوش، وراهم هنا راهم شادين الدكه. وقالها لهم بيب غوارديولا، قال لهم كي تبدا السيزون اللي ما يروحش في الميركاتو مادام راهو مفتوح، اللي ما يروحش من اللاعبين هذوما، كي تغلق الميركاتو يريح في الدكه ويبلع فمه، قال انا اللي نختار التشكيله وما عندهم ما يحسبش روحه حاجه كبيره، قال كاين بعض اللاعبين راهم حاسب، والله ما كاين واحد الامور بزاف قالها بيب غوارديولا وكذا، للصحافه ما حبيتش نقولها، قال كاين لاعبين، كاين بزاف لاعبين حاسبين روحهم زعما هما نمبر 1 في مانشستر سيتي، بون كيفين دي برون حاسب روحه، بصح انت راك تشر عليه من على رياض محرز. راكم تشوفوا فيران توريز، هذه هي الدكه. بون نعاودوا نولوا للقضيه تاع يخليه للشامبيونز ليغ، خاوتي لاعبين كاع راهم يلعبوا،
لاعبين تاع العالم كاع راهم يلعبوا كاع الموب، كيفاش انا جامي شفت واحد ما يلعبش في الدوري؟ جا ما كانش منها. كره القدم هي الدوري، هي الدوري، وتحضر روحك لدوري ابطال اوروبا، كيفاش تلعب غير دوري ابطال اوروبا؟ قال يعني تعال انت تشوف رياض محرز خطره في الشهر وماشي غير في دوري ابطال، جامي شفت لاعب يلعب غير في دوري ابطال اوروبا. لاعب كيفاش يلعب؟ يلعب بالشامبيونه، يتالق في الشامبيونه، بعد عليها صلاح يلعب غير دوري ابطال اوروبا. يعني عبالكم واحد الهضره شغل والله العظيم عبالك شغل راكو تصبروا في رواحكم ومليح كملوا على بالي خاطش تحكمكم القنطه. لو كان ما تبداش تبلعط في روحك وتقول نوت سما راه وخليها الماتش الجاي، ما حبش يلعبوا ضد تشيلسي باش يلعبوا ضد ليفربول، ما حبش يلعبوا ضد تشيلسي باش يلعبوا ضد مانشستر سيتي. او كيفين دي بروين يلعب ضد تشيلسي ويلعب ضد واسمه باريس سان جيرمان ويلعب ضد ليفربول، ما كاش منها هذه تاع مخلي على بالي. دوك تبدا التعليقات تسمع على بالك عندهم ثلاث مباريات على التوالي راهم بزاف كيما نقولوا يلعبوا ضد باريس سان جيرمان ضد ليفربول وضد تشيلسي، ما فافاش اللي يلعب يلعب. هذه كرة القدم، اللاعب الكبير يلعب كاع المباريات الكبرى. كيفين دي بروين ما يخليش الماتش تاع باريس سان جيرمان، زعما كيفين دي بروين لعبوا اليوم ما يلعبوش ضد باريس سان جيرمان وما يلعبوش ضد ليفربول. ها خوتي والله غير رانا كيما نقولوا رانا نصبروا غير في رواحنا. انا اللوم رياض محرز، ما اللومش انا بيب غوارديولا. رياض محرز اللي يضل يدلي بتعليقات رائعه على مانشستر سيتي والحب للللل. ما على باليش انايا ما كانش اكبر من مانشستر سيتي، مع انه تروح انت لبرشلونه تشوف الفيترين تاعهم عجب ليكم، تروح البايرن ميونخ عجب. وين مانشستر سيتي ما كانش اكبر نادي كيما مانشستر سيتي؟ وين ما كان؟ نسيت باللي كان البايرن، نسيت باللي تشيلسي خير من مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد خير من مانشستر. ميلان تدخل المتحف تاعها تعجب، ميلان تدخل عندها 7 شامبيونز ليغ، ما على باليش شحال عندها هذيك السوبر، وما على باليش اعجوب. تدخل انت برك انا يقول لك روح الريال مدريد، تدخل الفيترينا لازم تضرب زياره حروز، لازم لك تضرب زياره شويه للملاعب، تروح تشوف المتاحف باش تعرف شكون هو اكبر نادي. مانشستر سيتي يريح يدور في زربوطو، هذا ما كان يريح يدور في الشامبيونا. ومانشستر سيتي ماهوش تاع شامبيونز ليغ بهذ اللاعبين، بيكون صح حتى ويلعب في الفودين ما راهوش تاع شامبيونز ليغ، ما راهوش تاع شامبيونز ليغ، وما راهش تدي شامبيونز ليغ مع مانشستر سيتي. ماهوش نادي كيما نقولوا عريق اللي كيما نقولوا موالف بالبطوله هذه، ماكسيموم الحق فينال خطره في حياته، اول مره في حياته انت اللي وصلتهم يا رياض محرز، وفي لافي ما كان والو، ما راح يدو والو. هذيك صدقت هاد اللعب راح تلحق هاد العام وصلتوا للنصف النهائي وما تلحقولوش. مع كل حال انا نتمنى باش تلحق وتديها، ولكن هل راح تلعب؟ واذا ما لعبتش والله ما ان شاء الله ما يدوهاش، حياتهم كاع ان شاء الله ما يدوهاش، ان شاء الله ما يدوهاش هذا العام، وان شاء الله تروح اذا ما لعبتش ان شاء الله ما يدوهاش، وتروح تبدل كش نادي واحد اخر، تروح لليونايتد ولا تروح لتشيلسي ولا تروح ما على باليش وين. كان اللي يقول لك باللي نوت سما رياض محرز السومه تاعو غاليه وين يروح وكذا وما يقدروش يخلصوا هاكو. يا اخي انتم راكو تقولوا واسمه راحيم ستيرلينغ راهي حبات وبرشلونه وراح يروح سلفيه رياض محرز. نورمال عادي اذا ما تعتمدش عليا نروح سلفيه، بزاف لاعبين راحوا سلفيه. راحيم ستيرلينغ تقدر تخلصوا انت يا واسمها مانشستر واسمهم برشلونه، وعلاش راكو تقولوا باللي راهو رايح لبرشلونه؟ تقدر تخلصوا يعني رياض محرز اللي سمته رخيصه على راحيم ستيرلينغ ما تقدرش، نورمال ما تقدرش، ورياض محرز غالي السومه والسعر تاعو، تروح راحيم ستيرلينغ يقدروا يخلصوا. انا هذه هي اللي نحير، يعني يكونك واقعي هذا ما كان. خاوتي رابط المباراة تلقاو في أول تعليق، كان ميلان اليوم عزوج وكاين واسمهم ويست هام ضد ليدز يونايتد على التلانتا إن شاء الله بحول الله. المهم ندير لكم روابط بعد ما يخلص الماتش هذا تاع تشيلسي، إن شاء الله يخسروا حتى ويدخل رياض محرز بديل الشوط الثاني، إن شاء الله يخسروا. ما نطولش عليكم خاوتي، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام.